أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعون في أبرز عناوينها. الرئيس المنتخب لحزب العدالة والتنمية يدعو إلى دستور جديد يقر النظام الرئاسي في تركيا. الجيش العراقي يوجه ضربات لداعش في الفلوجة غداة الطلب من الأهالي الابتعاد عن مقر التنظيم. قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يكشف عن لقائه قيادات كردية شمال سوريا. رئيس الوزراء الفرنسي يبدأ زيارة إلى فلسطين المحتلة لإحياء عملية التسوية. مساء الخير. انتخب بن علي يلدرم رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. انتخاب يلدرم جاء خلال المؤتمر الاستثنائي الثاني للحزب، ووفق النظام الداخلي للحزب الحاكم فإن من يتولى رئاسة الحزب يتولى رئاسة الحكومة. يلدرم دعا في كلمة له خلال المؤتمر إلى دستور جديد للبلاد يقر النظام الرئاسي. مراقبون رأوا أن يلدرم سيعبد الطريق أمام أردوغان في مشروع التغيير الدستوري الذي يريده لتحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي. نفذت القوة الجوية العراقية ضربات ضد مقر لداعش في قضاء الفلوجة ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر التنظيم. إلى ذلك طالبت القوات العراقية من أهالي الفلوجة مغادرتها تمهيدا لبداية تحريرها من داعش في عملية أطلق عليها اسم كسر الإرهاب. وأعلن الإعلام الحربي في العراق أن قيادات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وضعت خطة لتأمين حياة المدنيين الذين تستخدمهم داعش دروعا بشرية في الفلوجة أثناء عملية دخول المدينة. ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله، كيف هي الأوضاع وكيف تجري الاستعدادات لتحرير الفلوجة؟ نعم وفاء، طبعا تعزيزات عسكرية من قبل الشرطة الاتحادية ومن الجيش العراقي وكذلك من قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية، وأبرزها قد تحرك إلى محيط ومحور جنوب وجنوب شرق الفلوجة، وكذلك تحرك قطاعات عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد إلى شمالها في الجرمة وكذلك في السقلاوية كتعزيز وجود ودعم لبدء هذه العمليات التي بدأت بإلقاء المنشورات على الأهالي تطالبهم فيها بالمغادرة وكذلك محاولة الخروج عبر المنافذ الإنسانية التي تحددها لهم قيادة العمليات المشتركة. هناك طبعا إسناد صاروخي من قبل الشرطة الاتحادية يستهدف مواقع داعش خلال قبل بدء العمليات وخلال هذه العمليات، كذلك مفارز استهداف المواقع المنتخبة لداعش داخل الفلوجة سواء في نزال أو الجغافي أو الشهداء أو الحي الصناعي، وهذه هي طبعا أبرز المناطق التي يسيطر عليها التنظيم أو التي يعتبرها ذات رمزية لوجود مسلحيه. طبيعة الفلوجة الجغرافية الزراعية المتصلة بأبو غريب غرب العاصمة العراقية بغداد وصولا إلى الجرمة هي ربما بحكم يعني طبيعتها الجغرافية، لذلك أسندت مهمات ودور خاص لأبناء العشائر من أبناء محافظة الأنبار للمشاركة في هذه العمليات ومسك أحد قواطع العمليات. طيب. العملية بمرحلتين لا فاصلة بينهما، الأولى هي عمليات عزل واستنزاف لداعش ومنع أي حركة وأريحية ميدانية للتنظيم واستهداف تحركاته، والثانية هي دخول للمدينة ولقلبها من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب. المهمة كما علمت الميادين أسندت لقائد عملية صلاح الدين السابق قائد فريق الركن عبد الوهاب الساعدي. طيب نعم. عبد الله، متى نتوقع أن تبدأ العملية العسكرية في الفلوجة؟ العملية العسكرية في الفلوجة وفاء ليس لها توقيت للإعلان الرسمي سوى ما ستعلنه قيادة العمليات المشتركة، أي إنها فعليا قد بدأت بشكل عزل لداعش في مناطق جنوب الفلوجة في الهياكل في النعالية وكذلك عند الطريق الدولي باستهداف مواقع داعش عبر الإسناد الصاروخي وكذلك عبر سلاح طيران الجيش. وبالتالي ساعة الصفر ربما هي ليست فقط للمباشرة، وإنما هناك عمليات أصلا تسبق ساعة الصفر، التنبيه ومطالبة المدنيين بالخروج من داخل الأحياء الرئيسية والابتعاد عن مقرات داعش وعن التقاطعات الرئيسية وعن خطوط الصد وكيفية
يعني تنبيه المدنيين للامتناع عن أن يكونوا دروعا بشرية للتنظيم. كل ذلك كان قد ورد في المنشورات. لذلك القيادة العسكرية بالفعل هي استندت إلى غطاء جوي من القوى الجوية العراقية في تنفيذ ضربات على مواقع لداعش الفلوجة. نعم. وبقي الحصار الذي تنفذه القوات بكافة صنوفها في محيط الفلوجة مستمرا. لذلك ساعة الصفر ربما هي ما سينتظره العراقيون من إعلان رسمي من قبل قيادة العمليات المشتركة يعني للبدء بعمليات رسمية وبعمليات عسكرية تستهدف داعش داخلها. شكرا لك عبد الله بدران مراسل ميادين، كنت معنا من بغداد. ارتباط انفراج الأزمة السياسية في العراق بجلسة شاملة للبرلمان دفع أقطاب العملية السياسية إلى توسيع رقعة الحوار والتفاهم والخروج بنتائج قد تعجل من انعقادها في المقبل من الأيام. محمد الفهد. ملامح انفراج الأزمة السياسية في العراق تلوح في الأفق إذا عقدت جلسة شاملة للبرلمان، هكذا يقرأ متابعو المشهد السياسي. جلسة باتت تعقد عليها الآمال لتخفيف حدة الغليان في الشارع وتضييق فجوة التقاطعات بين الأفرقاء بغية لملمة أطراف العملية السياسية بعدما أخذت بالاتساع. الجلسة المتوقعة ويجب أن تعقد، يعني البرلمان العراقي هذه وظيفته، يجب أن يعقد وأن يقوم بتلبية متطلبات واقعية للشعب العراقي، وأن يعمل الأفرقاء داخل البرلمان على تأكيد حضور هذه القوى الفاعلة وتشكيل حكومة تضم الطيف العراقي الأشمل. أولى خطوات الطريق باتجاه عقد الجلسة تمثلت باجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع قادة الكتل باعتبارهم المحرك الرئيس لنوابهم، فضلا عن المرونة التي باتت تتضح لدى الكتل الكردستانية عبر قرار الحضور، وكذلك جبهة الإصلاح المكونة من النواب المعتصمين، مجموعة تحركات قد تمثل نية جدية نحو إصلاح الوضع الحالي. طريق الحال هو أن يحكم الكتل السياسية تحكم ضميرها، وأن جلسة يوم 14 نيسان كانت جلسة قانونية وتمت فيها الإقالة، وإذا كان هنالك متضرر يرفع دعوة. لماذا لم يرفعون دعوة لحد هذه اللحظة؟ إحنا عندما اعتقدنا نؤمن إيمان كامل بأن يوم 26 هو تجاوز على الدستور والنظام الداخلي، رفعنا دعوة ولائحة، والقرار يوم الثلاثاء راح يكون أو الأربعاء، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. الإجماع على أن جلسة برلمانية شاملة هي كفيلة بحل الجزء الأكبر من الأزمة الحالية قد يضع أقطاب العملية السياسية أمام مفترق طرق، إما الإسراع بالتوافق أو انتظار نتائج قد تلقي بآثارها السلبية على المشهد العام في العراق. عقد جلسة برلمانية شاملة قد يكون الطريق الأقرب لضفة الانفراج، لكنها لا تشكل نهاية الأزمة بشكل كلي بسبب تشعبها وتراكم مسبباتها بحسب المعطيات. وبالرغم من ذلك فإن التئام البرلماني في الأسبوع الحالي أو بعده قد يكون أحد مفاتيح الحل لأزمات عدة وخطوة تمنع نفاد مبادرات الحلول. محمد الفهد، بغداد، الميادين. قام قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتل بزيارة قصيرة إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة شمال سوريا وفق ما أعلن البنتاغون. وقال القائد فوتل أنه التقى مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية لبحث المعركة ضد داعش. الفرصة سانحة للقاء قيادة قوات سوريا الديمقراطية والتحدث معهم بعمق حول سير المعارك في عدد من المناطق السورية. إلى ذلك توغل عدد من العسكريين الأتراك وجرافات ومدرعتان وشاحنات عسكرية داخل الأراضي السورية في منطقة صيبين شمال سوريا. المقاتلين الكرد الموجودون في المنطقة صوروا فيديو أثناء دخول الأتراك الأراضي السورية ورصدوا كيف يقوم العسكريون الأتراك ببناء التحصينات. وأشار بيان للكرد إلى أنه فور وصول الجنود الأتراك إلى الأراضي السورية بدأت الجرافات التركية بالحفر في المنطقة بين صيبين والقامشلي. طالب المسؤول في جيش الفتح عبد الله المحيصني المجموعات المسلحة في حي الوعر في حمص بفتح الجبهات مجددا وبإنشاء غرفة عمليات داخل الحي لشن هجمات على نقاط الجيش السوري عند خطوط التماس في محيط الحي، مشددا على استخدام من وصفهم بالانغماسيين والانتحاريين. وفي حلب قال المرصد السوري المعارض أن غارات عنيفة تستهدف طريق الكاستيلو المؤدية إلى حلب والواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في ضربات جوية وصفتها مواقع المسلحين بالأعنف منذ فبراير شباط الماضي.
وفي دير الزور لم تتوقف المعارك بين الجيش السوري وتنظيم داعش، ولا سيما في حي الصناعة، حيث يحاول التنظيم السيطرة على الوصول أو سيطرة عليه والوصول إلى الطريق الذي يربط المدينة بمطارها العسكري. وتيرة المعارك تشتد في حي الصناعة بالجهة الشرقية لمدينة دير الزور بين الجيش السوري وتنظيم داعش. هجمات واسعة شنها التنظيم على مواقع الجيش السوري، استخدم فيها أكثر من 10 مفخخات خلال الفترة الماضية بهدف السيطرة على الحي ومحاولة الوصول إلى الطريق الذي يربط المدينة بمطارها العسكري. الجيش السوري ووحدة الدفاع الوطني نجحوا في صد 10 هجمات على الحي التي لجأ فيها التنظيم إلى العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة. نحن الآن موجودين بحي الصناعة، حاول الإرهابيين التقدم باتجاه المسالخ القديم والجديد. جيشنا تصدى لهم بمسالخ، أرديناهم بين قتيل وجريح. فشل التنظيم في اختراق جبهة الصناعة ومطار دير الزور العسكري دفعه في الفترة الأخيرة إلى محاولة إحداث خرق في الأطراف الجنوبية للمدينة عن طريق شن هجمات متتالية على نقاط الجيش بطريق دمشق، دير الزور ومحيط اللواء 137 ومحيط دوار البانوراما، لكن محاولاته باءت بالفشل. قتل فيها أكثر من 300 من مقاتليه خلال الأسبوع الماضي وحده. ما يسمى أو ما يدعى بتنظيم داعش الإرهابي نشر على قنوات المغرضة بأنه تم السيطرة من قبل تنظيم داعش على منطقة الصناعة. هذا الكلام عاري عن الصحة تماما. نحن الآن موجودين ومرابطين بنقاط كثيفة في منطقة الصناعة. هجموا علينا من عدة محاور بنيران قوية عبر المفخخات وعبر البلدوزرات وبأعداد كبيرة جدا، لكن الجيش العربي السوري أرداهم ما بين قتيل وجريح. حاولوا هنن الالتفاف بالأحزمة الناسفة، طبعا حاولوا الالتفاف بأسلحة كبيرة محلية الصنع، لكن تصدينا لهم عدد كبير من القتلى. هذه المعطيات الميدانية تشير بحسب خبراء استراتيجيين إلى نجاح الجيش السوري في منع التنظيم من تحقيق أي تقدم أو مكاسب ميدانية على الأرض، فضلا عن سقوط عدد كبير من مقاتليه، بجانب عدم إحداث أي تغيير استراتيجي في أساليبه، فيما تتردد أنباء عن استعداد الجيش السوري لبدء معركة واسعة بدير الزور وفك الحصار عن المدنيين بدعم جوي روسي. ومن العاصمة السورية تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. أهلا بك ديما، هل من معلومات إضافية بشأن زيارة قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جوزيف فوتل إلى مناطق خارج سيطرة الدولة السورية في الشمال السوري؟ وهل من رد من دمشق على هذه الزيارة؟ لا في الحقيقة يعني وفاء، اللافت بأنه حتى الآن لا يوجد أي رد فعل رسمي على هذه الزيارة أو لقاء هذا قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بقياديين عسكريين كما علمنا وممثلين عن الفصائل، بين قوسين الفصائل التي تمثل العشائر العربية والتي تقاتل إلى جانب وحدات حماية الشعب، خاصة لواء ثوار الرقة وجيش الثوار. دمشق لم تبدي أي رد فعل رسمي ولا أي موقف رسمي، وحتى الإعلام الرسمي السوري لم يتناول هذا الخبر نهائيا في نشرات أخباره. لكن في المعلومات التي حصلت عليها الميادين بأن هذا اللقاء تم في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الكرد، وكان هناك اتفاق حول كيفية العملية التي يفترض أن يقوم بها الكرد أو قوات سوريا الديمقراطية مع هذه الفصائل التي التقاها أيضا قائد القوات الأمريكية. وهناك من يقول بأن التركيز كان خلال هذا الاجتماع على أن يتم الدفع بأكبر عدد ممكن من العرب داخل هذه المعركة، وأن لا يكون فقط يعني للكرد الغلبة الكبيرة فيها نظرا لاعتبارات كثيرة. وأيضا يعني قام قائد القوات بمعرفة ما هي المستلزمات العسكرية التي يمكن أن تحتاجها هذه المعركة. المعلومات أيضا تؤكد وفا بأن معركة منبج، وهي منطقة تقع في الريف الشمالي لحلب، ستكون قبل معركة الرقة، لأنه عندما يعني تتمكن هذه القوات من السيطرة على منبج يعني بأنها قد كسرت الخط الدفاعي الأول لداعش عن الرقة، وأيضا بالمقابل تكون قد كسرت الخط الأحمر التركي الذي لطالما كان يقول بعدم جواز تجاوز الكرد لغرب الفرات، وبالتالي كانت واحدة من المحظورات التركية، إلى جانب طبعا يعني كما قلت لك أن هناك
500 جندي الذين تم إدخالهم في وقت سابق إلى الشمال السوري سيشاركون في هذه المعارك. فقط أود أن أشير إذا كان لدي وقت إلى أربع نقاط يعني تشير إليها هذه المعلومات. أولا يبدو بأن هناك صفقة يعني كردية لتكون العشائر العربية والقوات العربية هي في مواجهة أو تكون رأس حربة في هذه المعركة. الرقة هي مدينة عربية وتحتوي على عشائر سورية، وبالتالي هناك حساسيات كبيرة من إمكانية أن يدخل الكرد وحدهم في هذه المعركة، وهذا ما يبدو بأن واشنطن قد تنبهت إليه كثيرا. أيضا يعني ينال الكرد اليوم حق تجاوز غرب الفرات، وهو يعني لطالما قالوا بأنه خط أحمر تركي، ولا نعرف لماذا اليوم ذهبت هذه التحفظات التركية. هل هي بمقابل أن يكون هناك ربما أضعاف لمركزية الدولة أكثر فأكثر؟ أيضا الوجود الأمريكي في الشمال السوري يوسع من تحالفاته ويتجاوز تحالفات مع الكرد أو المكون الكردي الذي يملك مشروعا فدراليا ليضم قاعدة عشائرية عربية تكون حليفة لواشنطن في هذه المعركة، وطبعا في منطقة هي ليست فقط خط تماس مع داعش وإنما أيضا مع الجيش السوري. نعم. أيضا من غير الواضح حتى اللحظة وفما إذا كانت هذه المعركة تتم بموافقة الروس أو بتنسيق مع الروس، خاصة أنها تأتي في سياق العرض الذي قدمته روسيا من أجل أن يكون هناك تنسيق في الضربات ورفضه البنتاغون، وكذلك أيضا عندما أعلن سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي بأن الضربات الروسية ستعود إلى سابق عادها في 24 من الشهر الحالي. كل الشكر لك ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق على هذه المعلومات. بدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس زيارة إلى فلسطين المحتلة للمدافعة عن المبادرة الفرنسية لإحياء عملية التسوية. فالس أكد ضرورة تحريك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأوضح أنه يدرك أن هذه المفاوضات ستكون طويلة وشاقة، وأقر بأن الطريق ضيق وأن عمل السلام ليس بشيء سهل. نقل موفد الميادين إلى الكويت عن مصادر يمنية تأجيل الجلسة المسائية التي كانت مقررة بين فريقي المشاورات إلى صباح غد، وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأكيد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أن وفد حكومته سيعود إلى طاولة المفاوضات مع أنصار الله، وذلك عقب اجتماع بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة وأمير قطر في الدوحة. ومن العاصمة الكويتية ينضم إلينا موفد الميادين أحمد عبد الرحمن. أهلا بك أحمد. إذن هل نتوقع أن تنعقد غدا صباحا جلسة بين وفد صنعاء ووفد الرياض أو وفد الرئيس هادي؟ نعم، المعلومات تشير إلى أن الجلسة ستنعقد صباح غد. هي جلسة مشتركة مباشرة بين الفريقين، فريق وفد صنعاء وفريق وفد الرئيس هادي، لاستكمال ما تم أو ما نوقش خلال الأيام الماضية، حتى في ظل تعليق وفد الرئيس هادي لمشاركته في الجلسات المباشرة مع وفد صنعاء، وهي النقاط المعروفة والمتمثلة بالتشكيل حكومة جديدة وأيضا الضمانات المرحلة الانتقالية لكلا الطرفين أو لكلا الفريقين، والمقدمة من المجتمع الدولي وأيضا من المشاركين في المفاوضات أنفسهم، إضافة إلى مناقشة كيفية وتوقيت تشكيل اللجنتين العسكرية والأمنية لتطبيع الوضع العسكري والأمني في اليمن. ربما أن المعلومات وأيضا بحسب ما حصلت عليه الميادين أن تسوية تعد الآن بمشاركة سعودية فاعلة أيضا بإشراف أممي واطلاع كويتي وخليجي على ملامح أو بنود هذه التسوية. ربما قد يحدث أو يحصل مقايضة بين مطالب الوفدين
بالنسبة لوفد هادي على أن يبقى هادي رئيسا على رأس السلطة الانتقالية لمدة 3 أشهر لكن دون صلاحيات، ومقابل تشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة على الأرض والمشاركة في المشاورات، على أن تستمر أيضا هذه الحكومة لإدارة أوضاع البلاد لمدة 3 أشهر، وتشكيل اللجنتين العسكرية والأمنية دون أن يتدخل في عملها وفي شخصيتها الرئيس الذي قد يتم التوافق على بقائه أو على شخصية جديدة. العقدة الآن بحسب ما قيل لي أن تتمثل في مسألة بقاء نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر، هناك رفض مطلق من قبل وفد صنعاء لبقائه، ويطالبون بتعيين نائب توافقي جديد. ربما المسائل هذه ستثار في جلسة الغد بعد تأجيل الجلسة المسائية التي كانت مقررة في هذا الوقت تحديدا. نعم، كل الشكر لك أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين، كنت معنا من الكويت. تشهد بعض المناطق في المحافظات اليمنية مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات الموالية للرئيس هادي من جهة ثانية، فيما أصيب وكيل محافظة عدن في انفجار عبوة ناسفة قرب منزله في مديرية البريقة. تقرير زينب طفيلي. تتواصل الجهود الدبلوماسية ومساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لردم الهوة بين طرفي النزاع في اليمن بعد نجاحه في إعادة فريق حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى طاولة المشاورات أملا في التوصل إلى تفاهمات قريبة تنهي الحرب. يأتي ذلك على وقع المواجهات في محافظة الجوف، حيث اتهم الجيش اليمني قوات هادي بقصف مديرية المطون، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين معظمهم من الأطفال، فيما شنت طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين على المديرية شمال المحافظة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير مدرعة عسكرية لقوات هادي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان في مديرية المصلوب شمال محافظة الجوف. العاصمة اليمنية صنعاء كانت بدورها مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في مديرية نهم شمال شرق العاصمة. جبهة محافظة تعز هي الأكثر سخونة في اليمن، حيث شهدت مديرية حيفان قصفا مدفعيا متبادلا بين الطرفين، فيما تتواصل المواجهات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمحافظة. مصدر عسكري يمني أفاد الميادين بأن قوات هادي قصفت مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الشبكة بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف السعودي في مناطق متفرقة من المحافظة. في حضرموت دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي ومسلحين ينتمون للقاعدة في منطقة روكب شرقي مدينة المكلا عاصمة حضرموت جنوب شرقي اليمن، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. آلاف اليمنيين خرجوا في حشود جماهيرية بالعاصمة صنعاء، وذلك أحياء لذكرى العيد الوطني. تقرير أحمد زبيبة. 26 عاما من عمر وحدة شمال اليمن مع جنوبه، تأتي الذكرى هذا العام في ظل دعوات الانفصال في جنوب اليمن من قبل بعض التيارات السياسية ومحاولات فرضها على الأرض من قبل السلطة هناك. قضية الوحدة هي قضية ليست ورقة للعب عليها ولا للمزايدة، وليست أيضا كارت من كروت السياسيين، أكانوا السياسيين المتقاعدين أو السياسيين القادمين الجدد الذين يطمعون ويريدون أن يقسمون هذا الوطن. آلاف اليمنيين أحيوا الذكرى في ميدان السبعين رافضين دعوات الانفصال التي لا تمثل تطلعات الشعب اليمني برأيهم. نقول للشعب اليمني بأن وحدته التي بدأت في عام 1990 تجددت اليوم. الشعب اليمني في الجنوب
الذي حضر اليوم ويمثله عدد كبير جدا من قيادات الجنوب في هذه المنصة، نقول لهم بأن الشعب اليمني لن يقبل بالعدوان، لن يقبل بالغزو، لن يقبل بالاحتلال. نقول للعدوان نحن نحتفل بالعيد 26 للوحدة اليمنية، ونقول للمرتزقة والغزاة إنه إحنا صامدون والشعب اليمني لن يهاب، لا الطيران ولا غير الطيران. جنوب اليمن يتعرض للغزو السعودي الأمريكي وفق ما يراه المحتشدون، ووحدة اليمن مهددة ببقائهم فيه، مؤكدين استمرارهم بالثورة ضد قوى التحالف ومن ساندهم لاستعادة جنوب البلاد. الاحتفال اليوم بذكرى الوحدة اليمنية يأتي في مرحلة خطرة تمر بها اليمن من خلال فرض واقع فصل الشمال عن الجنوب، وكل ذلك لن يمنع اليمنيين عن الحفاظ عن وحدتهم والدفاع عنها. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التحقيقات بشأن تحطم الطائرة المصرية قد تستغرق وقتا طويلا، وأنه لا فرضية مرجحة للآن عن أسباب سقوط الطائرة. كلام السيسي جاء في وقت تواصل فيه القوات المصرية البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة في أعماق البحر غداة العثور على بعض حطام ومتعلقات تعود لركاب الطائرة المنكوبة. حتى الآن كل الفرضيات محتملة، وبالتالي من فضلكم مهم جدا ان احنا ما نتكلمش ونقول في فرضية معينة. احنا بتبذل جهود دلوقتي، وفي معدات للبحث اتحركت النهاردة، يعني مش سر ولا حاجة اللي انا اقول كده، من وزارة البترول عندها غواصة تستطيع ان تصل الى 3000 متر تحت سطح المية، دي اتحركت النهاردة في اتجاه المنطقة سقوط الطائرة. أكدت الاستخبارات الأفغانية مقتل زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور بغارة لطائرة أمريكية من دون طيار في منطقة كويتا عند الحدود مع باكستان. مقتل الملا منصور لم يؤكده البنتاغون، الذي أشار إلى أنه لا يزال يقيم نتائج الغارة. تأكيد مقتل منصور قد يفجر معركة على خلفيته ويعمق الخلافات التي ظهرت في صفوف الحركة. الملا أخطر منصور خليفة الملا عمر مؤسس طالبان وقائد عملياتها الربيعية ومهندس الهجمات الدامية التي نفذتها الحركة لترسيخ سلطتها بعد أن اهتزت بسبب وفاة المؤسس، يقع بغارة لطائرة أمريكية من دون الطيار في منطقة أحمد وال التابعة لمدينة كويتا الباكستانية. منصور كان مسؤولا عن إراقة دماء كثيرة، وفي حال تأكد خبر مقتله فأن ذلك يعد ضربة قوية لجناح طالبان الرافض للحوار، وفرصة لقيادات الحركة الذين يرغبون في إجراء الحوار والمشاركة في العمل السياسي. الملا عبد الرؤوف قيادي ميداني في طالبان تصالح مؤخرا مع أخطر منصور، أكد في اتصال مع وسائل إعلام محلية وأجنبية في كابول خبر مقتل الزعيم الجديد للطالبان. حادث سيقلب الكثير من المعادلات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها ملف المصالحة الذي تعثر بسبب إصرار منصور على مواصلة القتال. أعتقد أن طالبان ستواجه أياما صعبة بعد استهداف زعيمها في باكستان، وهذا سيؤدي حتما إلى مزيد من التفكك والانشقاق في صفوف الجماعة. تدرج أخطر منصور بمناسب عدة في طالبان، من حاكم إقليم قندهار إلى قائد العمليات الهجومية، وصولا إلى زعيم الحركة في تموز يوليو 2015 بعد وفاة الملا عمر في جلسة مثيرة للجدل تمت مبايعته في كويتا الباكستانية. بعد وفاة الملا عمر اشتدت الهجمات في عهد منصور، واليوم يجري الحديث عن مقتل الرجل، فهل تنتهي المعارك مع خبر استهداف أخطر أم أن الآتي سيكون أشد وأخطر؟ محمود واثق، كابل، الميادين. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد أنه تمت إحاطة رئيسي باكستان وأفغانستان بالغارة الأمريكية التي قتلت زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور، لكن كيري أضاف أن واشنطن ستمتنع عن الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الغارة.
بالأمس شنت الولايات المتحدة غارة جوية دقيقة استهدفت زعيم طالبان الملا أختر منصور في منطقة نائية على الحدود بين أفغانستان وباكستان. منصور شكل تهديدا مستمرا ووشيكا على موظفي الولايات المتحدة في أفغانستان والمدنيين الأفغان وقوات الأمن الأفغانية وأعضاء التحالف الدولي في جميع أنحاء البلاد. وهذا العمل يبعث برسالة واضحة للعالم أننا سنواصل الوقوف مع شركائنا الأفغان، وهم يتطلعون لبناء أفغانستان أكثر استقرارا واتحادا وأمنا وازدهارا. يشهد لبنان المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب النبطية في ظل منافسة في بعض المناطق وبرودة في أخرى. عباس صباغ. الجنوبيون يقترعون على نحو لافت في المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في لبنان. البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة شهدت ما يشبه الاستفتاء والمبايعة للمقاومة عشية الذكرى 16 للتحرير. ففي بلدة رميش الحدودية توافد الناخبون منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع لاختيار مجلسهم المحلي، مع ترك التيار الوطني الحر وغيره الحرية لمناصريهم في اختيار المرشحين وسط ارتياح لافت. ما عادش نخاف من شيء، ما خلص من بعد 2000 توضح ما عادش في خوف من شيء، وال2006 أثبتت أكثر كمان، ما عاد نخاف. بنمارس حقنا بديمقراطية وما بيهمنا لا حدنا إسرائيل ولا غير إسرائيل، نحن عنا الدولة ومبسوطين. أما في بعض بلدات قضاء بنت جبيل فتنافست لوائح الوفاء والتنمية المدعومة من حزب الله وحركة أمل مع لوائح يدعمها يساريون ومستقلون. أما في مدينة صور فتنافست لائحة التنمية والوفاء مع لائحة مواطنون ومواطنات المدعومة من الوزير السابق شرب النحاس. الأجواء كتير تمام، هلا وصلت على صور، الشباب عم تقدم لوائح، ما في دفج، ما في شيء، حضارية، وهلا منفوت وبنحط الورقة اللي بتناسبنا والجميع موفق إن شاء الله، بس كله تمام. انتخابات الجنوب تميزت بمنافسة سياسية واضحة في صيدا، حيث احتدم السباق البلدي بين لائحة التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الديمقراطي ولائحة تيار المستقبل والجماعة الإسلامية، ولائحة ثالثة مدعومة من الموقوف لدى القضاء اللبناني أحمد الأسير. أما في مدينة جزين فكان تنافس نيابي إضافة إلى التنافس البلدي، حيث يسعى التيار الوطني الحر إلى إيصال مرشحه للبرلمان خلفا لأحد نوابه المتوفين. انتخابات محلية هادئة في الجنوب اللبناني، وأهالي الجنوب لا يلتفتون إلى تلك المواقع الإسرائيلية المطلة على قراهم، ويمارسون حقهم بديمقراطية وينعمون بالأمان منذ التحرير عام 2000. عباس صباغ من بلدة رميش الحدودية مع فلسطين المحتلة، الميادين. ونبقى مع زميل عباس صباغ الذي ينضم إلينا من منطقة حومين جنوب لبنان، وأيضا نرحب بزميل جمال الغربي معنا من منطقة صيدا. أهلا بكما. أبدأ منك عباس، أغلقت صناديق الاقتراع، كيف سار هذا اليوم الانتخابي؟ نعم وفاء، نحن هنا في منطقة النبطي في جنوب لبنان، أغلقت صناديق الاقتراع كما ترون. المركز الانتخابي هنا في هذه البلدة في حومين الفوق قد أغلق أبوابه بعد أن سجل أعلى نسبة اقتراع في الجنوب اللبناني، لامست 80%، وهذه نسبة قياسية تعتبر في الانتخابات البلدية في هذه المرحلة الثالثة. هذا اليوم الانتخابي الطويل تميز بتنافس ديمقراطي وودي في معظم بلدات الجنوب، تنافس بين لوائح الوفاء والتنمية المدعومة من حزب الله وحركة أمل، وفي بعض البلدات نافستها لوائح المستقلين واليساريين. بشكل عام هذا اليوم الانتخابي لم يشهد إشكالات تذكر في هذه البلدات، يعني من النبطية إلى مرجعيون إلى بنت جبيل إلى صور، وكانت القوى الأمنية أمنت حسن سير هذه الانتخابات البلدية، وبالتالي بدأت عمليات الفرز في هذه الأثناء ليصار تباعا إلى إعلان النتائج على أن تصدر بشكل رسمي عن وزارة الداخلية اللبنانية. معي هنا في حومين أحد مسؤولي الماكينة الانتخابية التابعة للائحة الوفاء والتنمية. أولا، لماذا سجلت حومين هذه النسبة المرتفعة جدا في الانتخابات، وكيف كان التنافس؟ كان هنا طبعا لائحتان كما نعرف. أكيد. ما حصل في حومين هو لائحتان كما تفضلت. السبب نسبة هو وجود لائحتين مقفلتين، 15 عندنا 15 مرشح، 15 ب 15 مختارين بكل لائحة. أما ما قبل اللائحة، السبب اللي وصل الرئيسي
أنه كان عندنا محاولات حثيثة من قبل لائحتنا للوصول لتوافق بحمين الفوقة بتوافق، وكان هذا المسعى من المرشح برئاسة اللائحة الحاج فادي نعمي. لماذا؟ كيف كانت طبيعة التنافس في هذه البلدة؟ هل هي تنافس سياسي حزبي عائلي أم خطين سياسيين مختلفين؟ تداخلت الأمور العائلية والسياسية والحزبية، ولكن النتيجة هو عدم معرفة حجم الأطراف فذهبنا إلى المباراة الانتخابية. ولكن أريد أن بس 10 ثواني، الحمد لله أنه بحمين حصلت المباراة خلال 12 ساعة لم نلحظ أي وضع. تفضل. شكرا لك أستاذ علي شريم. إذن كما قال هي مباراة وليست منافسة، فعلا هي كانت منافسة حامية، لكن أغلقت صناديق الاقتراع، تعلن النتائج. نعم. وغدا في الجنوب اللبناني بمعظم قراه وبلداته يوم آخر، والخاسر يهنئ الفائز، ويكون العنوان المائي هو الأساس، من دون إغفال بأن هذه الانتخابات. نعم. عشية الذكرى 16 للتحرير، وكما وصفها النائب حسن فضل الله بأنها عرس انتخابي يشهده الجنوب اللبناني. نعم. طيب بس اسمح لنا نشرك معنا الزميل جمال الغربي. جمال، يعني صيدا لها خصوصيتها الخاصة. نعم. كيف مر هذا اليوم الانتخابي على منطقة صيدا؟ وفا، يعني اليوم الانتخابي هنا في مدينة صيدا مر بهدوء، لم يكن هناك أي إشكالات تذكر. معظم الإشكالات يعني كانت يعني هي إشكالات طبيعية تحصل في أي استحقاق انتخابي، وتم معالجتها في يعني في مكانها. فيما يتعلق في المشهد اليوم، كان هناك يعني حماوة سياسية. الانتخابات البلدية هنا في مدينة صيدا كانت تخاط، صحيح أنها تنموية وهناك مشاريع يعني تنموية للمدينة، ولكن هناك عناوين سياسية من خلال الثلاث لوائح التي كانت تتنافس في صيدا. يعني اللائحة الأولى مدعومة من التنظيم الشعبي الناصر واللقاء الوطني الديمقراطي، اللائحة الثانية مدعومة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية والرئيس الأسبق للبلدية عبد الرحمن البزري، واللائحة الثالثة لائحة أحرار صيدا مدعومة من يعني تيار إسلامي متشدد يتبع لأنصار أحمد الأسير. بالنسبة لنسبة يعني الاقتراع، كانت يعني قبل ساعتين من إغفال صناديق الاقتراع كانت يعني تلامس 30%، لكن في الساعتين الأخيرتين نشطت ماكينتي لائحتي، يعني لائحة صوت الناس المحسوبة على التنظيم الشعبي الناصري ولائحة إنماء صيدا المحسوبة على المستقبل والجماعة عبد الرحمن البزري، في جذب الناخبين وحثهم على الاقتراع، نظرا لما تمثل هذه يعني العملية الانتخابية من انعكاس صورة الأحجام السياسية لتلك القوى الموجودة في مدينة صيدا. ونحن بانتظار يعني بانتظار الماكينات الانتخابية لتحديد النسبة النهائية، نسبة المقترعين، وأيضا نسبة المقترعين هي يعني من الممكن أن تحدد يعني شكل الفائز وما يمكن أن يحققه كل طرف في هذا الاستحقاق. أما بالنسبة لجزين أو قضاء جزين، حيث المعركة كانت هناك يعني من نوع آخر، هي معركة يعني للمرة الأولى هناك انتخابات فرعية نيابية عن مقعد المارون الشاغر بعد وفاة النائب ميشال حلو. هناك تنافس سياسي بامتياز بين أربع مرشحين، الأول مدعوم من التيار هو يعني من التيار الوطني الحر ومدعوم من القوات اللبنانية، الثاني هو الأول هو طبعا أمل أبو زيد، الثاني هو صلاح جبران، الثالث هو سمير إبراهيم عزار مدعوم من الكتائب اللبنانية. يعني نسبة الناخبين، نعم، نسبة المقترعين في قضاء جزين حتى الآن وصلت حتى 55%. وفا، نعم، كل الشكر لك جمال. بالتأكيد سنتابع معكم حتى عملية الفرز والنتائج النهائية لهذه الانتخابات. جمال غربي مراسل ميادين كنت معنا من صيدا، وأيضا الشكر موصول للزميل عباس صباغ كان معنا من مدينة حمين جنوب لبنان. نشرت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية تقريرا عن القوات الليبية التي تواجه تنظيم داعش من دون الأسلحة التي وعدت بها الدول الغربية، في حين ينظر الجيش الليبي لهذه الأسلحة على أنها من حقه كونه شرع في محاربة الإرهاب قبلها. جدلية الحصول على السلاح في ليبيا بعد رفع الحظر الجزئي في تقرير لدلولة حديدان. الحرب على داعش في ليبيا قد تعيد الصراع إلى نقطة الصفر، فالجيش بقيادة الفريق أول خليفة حفتر يعتبر نفسه مسؤولاً على تطهير البلاد من الإرهاب، وقوات الجيش المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غرباً تتبنى محاربة داعش وتريد ملاحقته إلى معقله في سرت.
قرار المجتمع الدولي رفع الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى ليبيا أسمته لحكومة الوفاق في طرابلس دون غيرها بعدما كان الاعتراف بالجيش الرسمي للبلاد في بنغازي شرقا، أمر سيفتح مواجهات وجبهات موازية للجبهات ضد داعش. القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أعطى مهلة للمهدي البرغتي وزير الدفاع في حكومة الوفاق للانسحاب من الحكومة والعودة لقيادة محاور القتال للكتيبة 204 دبابات في بنغازي، وإلا سيكون عرضة للمثور أمام الإدعاء العسكري. البرغتي من جهته متمسك بمنصبه ورافض لأي تنازل عنه. في تصريحات إعلامية قال إن معركة سرت هي الاختبار الحقيقي للمجلس الرئاسي، والحياد عن خيار الوحدة بشأنها سيحرق كل ليبيا بنيران داعش. ووقود تلك النيران هي الأسلحة التي ترى كل جهة في ليبيا أنها الأحق بها، ففريق أول خليفة حفتر يرى نفسه الأولى بها كونه يحارب الجماعات المسلحة وداعش في بنغازي ومجاورها، والغرب يرى الأولوية نفسها كونه يتقدم نحو معقل داعش الذي من أجله سيتحرر السلاح نحو ليبيا. صاحبة ساندي تيليغراف البريطانية قالت في تقرير لها إن قوات الغرب الليبي المقدرة بنحو 3000 مقاتل تخوض معاركها ضد داعش من غير سلاح نوعي، وفقدت على خط النار 200 من عناصرها، وتشترط الحصول على صواريخ مضادة للدبابات لقصف شاحنات داعش المفخخة. الشرق ينظر إلى قوات الغرب على أنها ميليشيات تستخدم الشرعية مطية للحصول على السلاح، والغرب ينظر للجيش على أنه بات فاقدا للشرعية وليس أمامه إلا الانضمام إليها. بين الموقفين يضرب داعش بنصف قوة رجال ليبيا وبسلاح أقل من أن يقضي عليه. حزمة جديدة للإصلاحات الاقتصادية في اليونان تتطلب فرض ضرائب جديدة على المواطنين. ملك خالد والتفاصيل. حزمة جديدة للإصلاحات الاقتصادية يناقشها البرلمان اليوناني. الحزمة التي قدمها تكتل سيرزا اليساري تتضمن رفعا جزئيا للضرائب وتخفف في الوقت نفسه بعض النفقات عن كاهل اليونانيين على أمل توفير نحو بليوني دولار. التكتل الحاكم يدفع باتجاه موافقة المشرعين اليونانيين على الحزمة المقترحة قبل لقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. خيارنا هو زيادة بعض الضرائب غير المباشرة لنتشارك جميعا في الإصلاح. هناك جهود لاختيار صناعات محددة مع هامش ربح كبير لتمتص الجزء الأكبر من الزيادة، وهناك أيضا تخفيف في فواتير الغاز وإلغاء ضريبة 3% على منتجات محلية. الضرائب المقترحة على القهوة والكحول والتبغ وإقامات الفنادق وألعاب الحظ يراها معارضو سيرزا إرهاقا لليونانيين الذين يعاني اقتصادهم من الركود منذ سنوات. حزب الديمقراطية الجديدة يصوت ضد هذه الخطة لأسباب عدة، أهمها أن تفرض مزيدا من الضرائب كنتيجة للهوس المستمر وعدم فعالية هذه الحكومة اليسارية. هذه تجربة مؤلمة لكل المواطنين وبالأخص لذوي الدوي الأقل وللطبقة الوسطى. عاملون في قطاع السياحة يرفضون خطة الإصلاح الجديدة، ولا سيما أن الضرائب المقترحة تفرض على سلع تتصل مباشرة بعملهم. تكتل سيرزا قرر أن يزيد الضرائب على قهوتنا بعد أن تخلينا عن باقي المتع. بالطريقة التي تسير بها الأمور أعتقد أن المقاهي الباقية ستنتهي إلى الإقفال. سيكون علي مثلا أن أرفع الأسعار لأني لا أستطيع دفع الضرائب الجديدة بأسعار البيع الحالية، وبالتالي قد أخسر زبائن يرون أن أسعار المقهى غالية، وفي النهاية سأضطر للإقفال. اليونان التي تستفيد من مساعدات أوروبية كي لا تخرج من الاتحاد الأوروبي واقعة اليوم بين مطرقة الضرائب المرتفعة وسندان الإفلاس، وضع اقتصادي سياسي اجتماعي معقد ودقيق يأمل اليونانيون أن يتجاوزوه من دون المس باستقرار بلادهم. المجاعة أصبحت تهدد عشرات الملايين من الأفارقة بسبب قلة المحاصيل الزراعية وتقلبات المناخية، وذلك وفق ما أوردته صحيفة الأوبزيرفر البريطانية. الصحيفة أشارت إلى وجود 50 مليون أفريقي مهددين بالمجاعة بعدما شحت نسب المحاصيل الزراعية، مؤكدة حاجة 7 ملايين في سوريا و10 ملايين في أثيوبيا و14 مليونا في اليمن إلى الغذاء بشكل عاجل. شهد مطار كوبينكا العسكري في ضواحي موسكو عروضا جوية بهلوانية فريدة من نوعها لفريقي الفرسان والخطاطيف الروسيين، وذلك أحياء للذكرى 25 لتأسيس الفريقين. فاطمة روماني.
هذه السماء الملبدة بالغيوم لم يلونها سوى هذه المقاتلات الحربية بألوانها الملفتة، عرض بهلواني جوي للمقاتلات الحربية والمروحية الروسية، وذلك أحياء للذكرى 25 لتأسيس فريقي الفرسان والخطاطيف الروسيين. عرض فريد من نوعه أقيم في مطار كوبينكا العسكري بضواحي موسكو أمام عدد كبير من المواطنين الذين تابعوا الحدث. تأثرت بكل شيء، التجربة مثيرة وجميلة والألعاب النارية مؤثرة جدا. أنا أعيش هنا وأراهم كل يوم، لكن انطباعي ما زال جيدا. الفريقان نفذا تحليقات جماعية ومنفردة على المقاتلات من طراز ميك 29 وسو 27 ومروحيات من طراز 28 أو كما تعرف الصياد الليلي ضمن التشكيلات واحدة. العرض تضمن أيضا تحليقا منخفضا ومناورات متزامنة تظهر الاندفاع العالي للطائرات وقدرتها على المناورة. انطباعات لا تنسى، طائرات روسيا وقواتنا الجوية بكل بساطة الأفضل. قائد القوات الفضائية الجوية الروسية هنأ الطيارين لمناسبة تأسيس هذين الفريقين، وقال أن كلا الفريقين سيتم تجهيزهما قريبا بطائرات جديدة قادرة على أداء بهلواني أكثر براعة. وأضاف الكولونيل أن الكرملين يتجه نحو برنامج جديد لتحديث الأسلحة على الرغم من مشاكل روسيا الاقتصادية. أعتقد أننا حققنا النجاح. الجيش وقوات الدفاع والفضاء أثبتوا قدراتهم، وأظهرنا للعالم كله أنه من الممكن محاربة الأشرار ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك بفضل سلاح الجو. يذكر أن فريق فرسان روسيا شارك عام 2014 لأول مرة بتحليق مشترك مع فريق الخطاطيف الروسي للطيران البهلواني. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس المنتخب لحزب العدالة والتنمية يدعو إلى دستور جديد يقر النظام الرئاسي في تركيا. الجيش العراقي يوجه ضربات لداعش في الفلوجة غداة الطلب من الأهالي الابتعاد عن مقر التنظيم. قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يكشف عن لقائه قيادات كردية شمال سوريا. وكان في النشرة أيضا رئيس الوزراء الفرنسي يبدأ زيارة إلى فلسطين المحتلة لإحياء عملية التسوية. شكرا لحسن المتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmedin.net بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. تلقاكم الزميلة رانا أبي جمعة على رأس الساعة في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.